صباح الخير. ثلاث حاجات اتعلمناهم في حياتنا جابونا ورا وودونا في 60,000 داهية، والثلاث حاجات غلط. اول حاجة ان انت لازم تتعلم علشان التعليم هو كل حاجة. احنا كبلد عندنا التعليم فيها صفر، ما نفعش لا جوه البلد في شغل ولا بره البلد في شغل. يعني بره الباب بتضطر تعادل الشهادة دي لان هي اصلا ملهاش اي قيمة في الخارج يعني. وبالنسبة لجوه البلد الشغل بالواسطة، يعني عندنا في مصر الشغل بالواسطة مش بالشهادة ولا بالكفاءة، ده بالواسطة. حضرتك تعرف حد هتبقى فنان حتى لو انت دبلوم تجارة، بس عشان معارفك هو ايه اللي بتشغلك. دي اول حاجة اتعلمناها وطلعت غلط وطلعت بلح. فالتعليم مش كل حاجة، والدليل على كده واحد زي محمد صلاح، زيرو تعليم باشا في الدنيا كلها، مش باشا في مصر بس. سيبك كونه شخصية وسخة ماليش دعوة، انا بتكلم على الكارير، الشغل، الوظيفة. حمو بيكا زيرو تعليم، نجم كبير. في حتة اللي هي بتاعت ايه، لا انت لازم تجيب مجموعة علشان خاطر تخش كلية كويسة. كلية كويسة دي او الكلية ليها مستقبل، دي يعني يا طب يا هندسة يا صيدلة. وطبعا دلوقتي بقت الحربية هي كلها، ما فيش كل دكتور بالجسم اساسا. فده ادى الى احتقار كليات الاداب، كليات العلوم، كليات الخدمة الاجتماعية. بص احمد زويل عمل ايه بكلية العلوم، فاهم ازاي؟ في ناس دخل الطب ما بقتش ربع ولا جزمة احمد زويل، فاهم ازاي؟ كقيمة في الدنيا. فالكذبة التانية اللي هو انت لازم تجيب مجموع، وكلمة لازم تجيب مجموع دي فتحت على المصريين فتوحة تريليونات الجنيهات اتصرفت في الدروس الخصوصية عشان انت تجيب مجموع. وفي الاخر ممكن محمد صلاح يبقى هو الالفة، حمو بيكا يبقى هو الالفة، احمد زويل يبقى هو الالفة. فاهم الدنيا ماشية ازاي؟ انت بتقارن؟ انا مش بقارن، انا بدي امثلة لناس ما دخلتش كلية قمة. العلوم مش قمة، العلوم وانك تطلع مدرس كيمياء دي مش قمة. دي انت بتتكلم في طب، هندسة، صيدلة، واللي بيخيب كانوا اهله بيدخلوه بالفلوس اكاديمية بحرية او جامعة امريكية او الكلام ده كله، طلع الكلام ده كله هبت. وفي الاخر اللي قش هو اللي عنده الموهبة. احمد زويل كان موهوب، حمو بيكا موهوب، محمد صلاح موهوب. في ناس موهوبة أثقلت موهبتها بالدراسة، وفي موهبة ما تدرس يعني لا تثقل بالدراسة، تثقل بالتمرين، زي حمو بيكا ومثلا محمد صلاح. ده لازم يتمرن 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 فيتعلم الصنعة فيبقى محترف فيها فيبقى. فالموضوع مش تعليم ومش كليات قمة، ودول أكبر خازوقين احنا، دول أكبر حاجتين غلط احنا تربينا عليهم. الحاجة الثالثة الغلط ان انت لازم تخش بقى، مرتبطة برضو بالتعليم والكليات الكبيرة، انك لازم تخش كلية كبيرة عشان يبقى لك مستقبل في الشغل. وبرضو نفس التلات امثلة، الدكتور احمد زويل سافر امريكا بقى حاجة كبيرة جدا بكلية العلوم اللي هو اصلا كان زمانه مدرس كيمياء لو كان كمل في مصر، وبيدي دروس خصوصية رحمة الله عليك. محمد صلاح اترفض في الزمالك وما عندوش واسطة واتضرب بجزم وزيرو تعليم، بقى محمد بقى مو صلاح. حمو بيكا وكل من وسيب ايدي بقى، طبعا سيب ايدي دي حالة خاصة، انا مش مطرب ولا 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 الغنى هوايتي يعني، ولا بتاع مهرجانات ولا الحاجات دي. انا يوم ما بعمل حاجة زي كده يعني بتبقى ايه من نفسي كده فورفاني يعني، انما مش ده هدفي ولا ده اكل عيشي ولا دي شغلتي. انا بكلمك عن الناس اللي بشتغل كده كل يوم. واحد بيشتغل بتاع كورة كل يوم، لعيب كورة كل يوم، التاني كان أستاذ في الجامعة كل يوم وعالم، واحد مطرب كل يوم وبيغني، صوته حلو وصوته وحش مش مشكلتي، مشكلتي إن هو بقى حاجة خارج المنظومة اللي أهلنا حطوها في دماغنا بالعافية وطلعت في الآخر غلط، اللي هو إيه التعليم، فالكلية الكبيرة فهنصرف عليك دم قلبنا، وممكن هو أصلا في الآخر يكون موهوب في الكورة أو موهوب في الغنى، وده يعديه جامد، فاهم؟ انما انت لا بتكبته. فبتهيألي انا الاوان ان احنا ننظف دماغنا من التخلف. كل اللي انا حكيته ده اسمه تخلف، علشان في الاخر الحاجة التالتة بقى اللي هي عشان تطلع تدخل تبقى وظيفة محترمة ليها مكان مرموق في المجتمع. فاهلك بيجهزوك من وانت صغير عشان تذاكر، ممكن ما يكونش المذاكرة هي اصلا اي حاجة في حياتك، بعد ما تذاكر تخش جامعة كبيرة او كلية كبيرة، كليات قمة.
وبعد ما تكل خش كليات القمه، كل ده رقى كل الليله دي وكل الفلوس اللي اتصرفت وكل التعب ده كله والمذاكره وسنين العمر اللي راحت والكلام ده كله، عشان في الاخر وظيفه تبقى موظف. انتوا عارفين انا ضد الوظيفه طبعا. في الاخر تفضل زي ابوك النهارده عنده 70 80 سنه عايش على معاشه اللي هو ما يجيبش علبتين سجاير مهما كان، كان مدير عام بقى، كان وكيل وزاره، كان مش عارف ايه، بخ بخ. ليه؟ لان جه حكم عسكري قضى على كل ده، وبقى رجالته بس هم اللي فوق، هم وبتوع الشرطه والقضاء، وطبعا حتى دول درجات يعني، الجيش بعديه القضاء بعديه في الاخر خالص بتوع الشرطه يعني، فاهم الدنيا ماشيه ازاي. بس فده كل المنظومه يعني، فكل المنظومه اللي احنا ربينا عليها اولادنا طلعت كلها غلط، طلعت كلها غلط. وبلدنا مش بلد شهادات، بلدنا بلد معارف وصايد ومواهب. واحد موهبته تفرض نفسها على الدنيا كلها زي صلاح وبيكا ودكتور احمد زويل وبتاع، وينجح بره والناس تقدره بره، فيبقى له يوسف شاهين، فيبقى له مستقبل في البلد. فياريت نبطل نخنق ولادنا. لو لقيت ابنك بيحب الرياضة ولا بيحب البتاع، شجعه في الحاجة اللي هو بيحبها، ما تفرضش عليه الخيبة اللي اتفرضت علينا. واحد بقاله النهارده بكالوريوس خدمه اجتماعيه، النهارده بقالي 35 سنه ولا 30، انا اتخرجت عندي 20 سنه، دلوقتي عندي 46، 26 سنه متخرج، عمري ما اشتغلت بيها غير على السوشيال ميديا. يعني كلامي مع الناس واللي انا بقوله ده دلوقتي خدمه اجتماعيه وتنميه مجتمع وتنميه بشريه وعلم اجتماع وعلم نفس وخدمه اسره او خدمه جماعه اللي هي الاسره، فاهم ازاي؟ فبلاش تخنق عيالك وسيبهم، وانت كمان بلاش تسمع كلام ابوك في لما يعدي حدوده معاك. بمعنى ايه؟ مشكلتنا في مصر ان احنا بنخلف العيال وفاكرينهم كانهم ملكنا. العيال دي اللي هي بقى خلاص خدامين، اللي هو يقول لك ايه؟ زي البقر اللي بيخشوا لي على الصفحه ويقول لك وائل انت لازم تخلف عشان لما تكبر تلاقي حد يخدمك. الناس في مصر بتخلف عشان تجيب خدامين، مش عشان تطلع احمد زويل ومحمد صلاح. الناس في مصر بتخلف عشان تجيب خدامين لما يكبروا يناولوهم كوبايه الميه وازازه الدواء. ولادك مش ملكك، ولادك مش ملكك، انت ما خلقتهمش، انت جبتهم علشان هم ينفعوا نفسهم ويبقوا احسن منك لو انت بتحبهم. ما تخليهمش خدامين عندك لما انت تعجز عشان يناولوك كوبايه الميه. روح هات لنفسك ممرضه، معرفش، اتصل بوزاره الصحه، شوف هو كيف ام البلد اللي انت عايش فيها، وقول لهم انا محتاج رعايه صحيه، ما عنديش حد يخدمني، وسيب ولادك يطلعوا يشوفوا يشقوا حياتهم للدنيا. احنا عندنا البنت ما بتسيبش بيت ابوها غير على بيت جوزها، خدامه لغايه ما ابوها يموت، ولو ما اتجوزتش ابوها وامها بتفضل معاهم وقاعده جنبهم لغايه ما تموت، لغايه ما يموتوا هم. وفي الاخر فجاه هم تصحى الصبح تلاقيهم ماتوا، طبعا عياط ودفنه وبتاع والموضوع خلص، وفجأة تلاقي نفسها لوحدها في الدنيا، لا خدت وظيفة ولا اتجوزت ولا عملت أسرة ولا اشتغلت، وعايشة في نفس البيت اللي أبوها كان عايش فيه، إيجار قديم بعشرة جنيه، ست أوض إياهم في إيجار قديم بعشرة جنيه، وعايشة على معاش أبوها، حرفيا حياتها صفر على الشمال. وبالمنظر ده عندنا 23 مليون عانس في مصر، كلهم قضوا بحجة ان انا اخش الجنة لما اقف جنب ابويا وامي في كبار. يا ابني انت اقف جنب امك لو عايز في اللي يخصها، يعني هي محتاجة شوية عيش، محتاجة حاجة هاتها لها، ما تقولهاش لا، عشان بس الناس ما تفهمش ان انا بعصي الناس على اهليها خالص. امك امك ثم امك ثم امك، وابوك طبعا عايز حاجة اديها له من غير ما تيجي على حق نفسك. انما لما ابوك يقول لك بلاش تتجوز دي وخد دي، اسمعش كلامه، اسمع كلام نفسك. لما يقول لك لا مفيش سفر، ما تسمعش كلامه، سافر. لما يقول لك لا بلاش الشغلانه دي وبلاش الكوره وبلاش الغنى وخليك في المذاكره، عايزك تبقى دكتور، ما تسمعش كلامه، ركز في اللي انت فالح فيه. لان انت هتسمع كلامه، هو هيكبر وانت هتفشل في المجال اللي هو عايزك تخشه لانه مش انت مش هويه، وهو هيموت وانت تلاقي نفسك لايس وتقول يا ريتني كملت في الكاراتيه، يا ريتني كملت في الغنى، يا ريتني كملت في الكوره، يا ريتني كان زماني النهارده بقيت. بس خلاص اللياقه راحت والدنيا باظت وابويا مات، ولا هو استفاد ولا انا استفدت. فاحنا بنتحكم في ولادنا بطريقه تضيع مستقبلهم وتحولهم لعبيد عندنا لما نكبر وموظفين في المجتمع. المجتمع النهارده بتاع
رجال اعمال امريكا نص اقتصادها قايم على المشاريع الصغيره، لازم تعلم ابنك يبقى مستقل، ما ينفعش تعلمه يبقى موظف، ما ينفعش تعلمه تجبره على نوع الماده اللي يدرسها. واحد بيحب مسرح بدخله علوم ليه؟ كل عشان جاب مجموع كبير، بملعون ابو المجموع الكبير، المهم يفلح في الكليه اللي هو داخلها فيبقى استاذ فيها، يفيد اجيال، يدرس، يبقى مخرج شاطر، يبقى ممثل ناجح، يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. فالمفروض انت كأب تخليك ذكي، شوف الابن ده، الابن ده فالح في ايه، هوايته ايه، وتنميها له، مش تجبره على حاجه تكون نفسك. انت كنت تبقى دكتور فما عرفتش فعايز تطلع ابنك دكتور، يعني كان العلق نفع نفسه، لما انت نفسك ما عرفتش عايز ابنك بتشيله الحمل ان هو وبتصرف عليه دم، وترجع تعايره ان انت صرفت عليه دم قلبك. الثلاث حاجات اللي انا قلتها لكم دي خربوا مصر، ودوها من مصر اللي هي رقم واحد في العالم في اعلى احتياطي ذهب ومش عارف ايه وبتاع، لان مخ الشعب بقى في البلاله. الناس اللي بتقول لك خلف عشان حد يشيل اسمك وبتاع، اقعد كده على اي قهوه بلدي واتفرج على شكل الشباب اللي سايقين تكاتك والناس اللي واقفه على النواصي والكلام ده، ده منظر عيال هتنفع ابهاتها لما تكبر؟ ده البرشام واكلهم يا ابويا. ده في يوم من الايام كان عنده اب، الاب ده خلفه علشان لما الاب يكبر يبقى الطفل ده سند ليه، بيوقف يبيع مخدرات على الامه، سايق توك توك، مش عارف ايه، برشامجي، دخل السجن، هاجر، سافر، مين يضمن لك ان انت لما تكبر هتلاقي نفس الطفل ده هو اللي يخدمك؟ ما انا اهو 46 سنه، ابويا عنده حاجه و80 سنه ما بخدموش، يخدم نفسه يجيب لنفسه. هتقول لي انت اناني، انا اسف ان انا اقول لك ان كل اللي نجحوا في الدنيا كانوا انانيين، انا اسف ان اقول الكلمه، لازم تبقى اناني، بس مش اناني بحيث تيجي على ابوك وامك، لا، انا بقول لك ان انت يعني عايزين حاجه تقدر انت تقضيها لهم كان بها، هتيجي على نفسك وهتخرب على نفسك وهتخرب على بيتك وهتخرب على مستقبلك عشان خاطر ابوك وامك. ما تعملش كده، لازم تبقى اناني في الحته، هم هيتكيفوا مع الوضع، بس جيل ابوك وامك ده وجيل ابويا وامي، الجيل ده كان اناني، والدليل ان هو لما اتجوز كان مرتبه 40 جنيه، ولما احنا جينا نتجوز هو ما مضاش على قايمه، مضانا احنا على قايمه وعايز ملايين وعايز شقه جنب بيت امها وعايز فرح زي بنت خالتها، الكلام ده ما كانش موجود على ايامهم. هم السبب في العنوسه، هم السبب في الواسطه، هم اللي سقفوا لعبد الناصر وبعدين مشيوا في جنازته ومصر لبست في حيطه، وسقفوا للحكم العسكري، نسيوا التاريخ الحقيقي لمصر، نسيوا، ما درسوش، ما قروش، عاشوا على القناه الاولى والثانيه والراديو، فمعلوماتهم وتعليمهم كان محدود للغايه. الاجيال اللي طالعه جديده منفتحه على العالم، سامعه تيك توك، بتشوف الاجانب، بتشوف الناس في اسيا، بتشوف الناس في امريكا، بتشوف الثقافات، بتشوف البتاع، بتسافر بتلف الدنيا، بتتعرف، بتتكلم، بتعمل شات مع ناس في دول تانية، في دارك ويب، في بلاوي زرقاء ما كانتش موجوده على ايام ابوك وامك. فالكلام اللي هم حطوه في دماغك ما نجحش في جيلنا، فاتمنى ان انتوا تعدوا المشكله دي، وكل واحد، الاجيال الجديده والناس الصغيره في السن اللي بتسمعني، يعمل اللي هو عايزه مش اللي ابوه عايزه. انا كنت اتكلمت في الموضوع ده زمان، ودلوقتي لسه شايف الناس برضو، لا اصل ايه، نفس العقليات اللي هو ايه، لا هات عيل يشيل اسمك، شيل اسمي ايه وخرى ايه، انا اجيب عيل عشان يدفع نفسه مش عشان يشيك السم اسمي يشيل هو ايه، اسف مش عايز اطلع الفاظ، احاول اشيلها في المونتاج، ما شلتهاش عدوها، حط كل واحد يحط تيت. اللي بيقول لي انا بقى وائل الالفاظ، انا بفرج عليك ولادي، ما تفرج، انا مش عامل محتوى للاطفال، فدي مشكلتك انت مش مشكلتك. زعلان عشان انا اناني، انا نفعت نفسي وحققت كل اللي كان نفسي فيه. فلو عايز ابنك يحقق اللي هو، لازم تحسسه ان هو لازم يهتم بنفسه، يهتم بموهبته، يفكر. محمد صلاح اناني، اناني فشخ. احمد زويل اناني، اناني فشخ. كانوا سألوه مرة هتعمل ايه بالفلوس بتاعت، لانه نجيب محفوظ لما خد جايزة نوبل قال لهم هتبرع بجزء منها لمصر وهجوز بنتي، وده كلام نجيب محفوظ. لما سألوا زويل هتعمل ايه بفلوس جايزة نوبل قال لهم لا، البحث العلمي بيتكلف كتير. يعني ايه؟ يعني انا هضرب على الجايزة، اعمل بيها جامعة، اعمل بيها جامعة النيل، جامعة زويل، اعمل بيها
ابحاث، بحث العلمي بيكلف كتير. فالناس اللي نجحت، ابو تريكه ما كانش اناني فلابس في حيطه، محمد صلاح اناني، اناني فشخ فباشا رايق، ساويرس اناني. لو الاغنياء كلهم ترامب، لو انت خيرك لغيرك حتى لو كان غيرك ده ابوك وامك، انت هتلبس في حيطه. زي ال 23 مليون عنيسه اللي قعدوا لغايه ما امها توفت وابوها توفت وكانوا في اخر عمرهم مرضى وهي قعدت بيهم، وربنا يجعل ده في ميزان حسناتها ويعوضها خير. عايشه النهارده في نفس الشقه، ايجار لقد بدات حياتها، ولا تقدر حد ما عندهاش خبره في حاجه، لا اشتغلت ولا هتقدر تشتغل، خلاص عندها 40 سنه او فوق ال 35، ما حدش هيعين حد في السن ده، ولا عملت حاجه، معظمهم ما اتجوزوش لان عوانس. الكلمه دي بتضايق ناس كتير فشخ، وما تقولش يا وائل عانس، ده المصطلح اللي بيطلق عليهم من ورا ظهرهم، وانتوا عارفين انه السبب ان هي كان قلبها طيب لدرجه ان هي ادت احلى ايام شبابها جنب السرير وامها، جنب امها العيانه وابوها العيان، مع ان كان ممكن اي ممرضه في اي مستشفى تعمل الشغل ده. يعني احنا مش بنولد ولادنا عشان يبقوا خدامين لينا لما نكبر، احنا بنولد ولادنا علشان يبقوا بني ادمين ينفعوا نفسهم، تعرف تعلمه مصلحتي ثم مصلحتي ثم مصلحتي، وما تجرش على حق ابوك وامك، ما تجرش على حق اخواتك، تعلموا الدين. انما بكل بساطه انت لازم يعني تخليه انسان كويس، بس لازم يبقى مخه وتفكيره في مستقبله، ومستقبله مش لازم اللي انت اللي ترسمه له، اللي هو يختاره. عشان لو هو فاشل في التعليم زي صلاح بس ناجح في الكوره، تديله فرصته فيبقى محمد صلاح، يبقى ابو تريكه، يبقى احمد زويل، ان شاء الله يبقى حمو بيكا لو هو دي دماغه. مهرجانات الحاجات دي بتعمل فلوس اكتر من الدكاتره، الحاجات دي الناس بتحبها. اوعى تقل من حمو بيكا وعمر كمال وعمر شاكوش ولا الناس دي، لان الاسامي دي دول انترتينرز، دول بتوع ترفيه، المجتمع ما ينفعش من غيرهم. الناس دي هي اللي بتحيي الافراح، الناس دي هي اللي ليهم. انت بتحتقر جوئة العوالم، ده حقك انت حر، بس ما ترجعش بعد كده تجيبهم في فرح عشان انت عايز تهيص. فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ فلو ابنك او 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 هو ده السكه اللي هو شاطر فيها، فالح فيها، دي موهبه ربنا عطاها له يعيش منها. ما حمو بيقول ان هو اشتغل في النجاره واشتغل نجار مسلح واشتغل فشل في كل ده، ليه؟ لان هو عنده موهبه تانية خالص. لما الدنيا ادت له الفرصه او السوشيال ميديا ادت له الفرصه بقى حمو بيك. انا بالنسبه لي ده فخر اسكندريه، ولو جه امريكا انا هروح احضر حفلته. ليه؟ انا بحب اسمع الراجل فيه يا جدعان. فاهم ازاي؟ ولو في نصيب وقدرت على تمن يوم فرحي لو هتجوز في مصر هجيب. انا بكلمك بجد والله، ما عم بطلع اعمله دعايه. احمد زويل نفع البشريه كلها على فكره، احمد زويل كليه علوم، لا هو طب ولا هندسه ولا صيدله، بس لا يقل عن بيل جيتس ولا يقل عن، هو تعليم مايكل جاكسون كان ايه؟ تعليم ستيف جوبز كان ايه؟ ساب الجامعه من تانية، من تانية كليه. تعليم، التعليم بتاع دونالد ترامب كان ايه؟ بلح البلح. ده اللي انا بكلمك فيه. فلو سمحت اهتم بموهبه ابنك وحاول تنمي له الموهبه دي بحيث ان هي تبقى وظيفه يستغلها في المستقبل، لان عمره ما هيزهق منها وهيبقى فالح فيها، لان دي الهديه اللي ربنا عطاها له، هو بيحبها، هو عايز يفضل يعملها العمر كله. حول موهبتك لوظيفه، لشغلانه، وبطلوا تدخلوا في دماغ عيالكوا الكلام الفارغ اللي كلنا كبرنا عليه عشان في الاخر يبقى موظف ملوش الا مرتبه، ولما يكبر ملوش الا معاشه، ويحتاج حد يجيب له كوبايه الميه ما يلاقيش فيضيع مستقبل ابنه زي ما انتوا عشتوا. حط في دماغك ان جيل ابوك وابويا كان جيل اناني، اناني كان اسمه، انا عامل حلقه اسمها جيل النكسه كنت بتكلم عنهم اكتر باستفاضه، بقى روح اسمعها. فاوعى تخليهم يضيعوا مستقبلك عشان هم عايزينك تخدمهم لما يكبروا، دي اسمها انانيه. ولادك مش ملكك، اي عيل بعد 21 سنه او حتى قبل 21 سنه انت امين عليه لغايه ما يكبر. لازم تعلمه وتفهمه دينه وتفهمه العادات التقاليد، وتسيبه بعد كده يختار حياته، ما تفرضش عليه حاجه، لا تفرض عليه عروسه ولا بنت عمه ولا سفريه معينه ولا. واحد عايز يقعد في مصر ما تسفروش، واحد عايز يسافر ما تقعدوش في مصر.
اعمل اللي ابنك عايزه، سيبه يعمل حياته زي ما هو عايزه ويتحمل نتيجه مسؤوليته، طلعه للحياه. هو مش مولود عشان يجيب لك ميه لما تعجز، ربنا ما خلقهوش عشان كده، ولا الكلام ده جه في القران ولا في السنه ولا في الحديث ولا في الكلام ده. انتوا انانيين، جيل اناني، فارحموا ولادكوا، بطلوا تخنقوهم، بالذات البنات، سيبوهم يطلعوا للدنيا يشوفوا مستقبلهم عشان ما يقعوش في 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 الوحله بتاعت ال 20 مليون عانس اللي في مصر، اللي كلهم سمعوا كلام اهاليهم وفي الاخر صحيت الصبح ابوها مات خلاص فجاه. ناو وات؟ ابوكي اللي كنت عايشه علشانه مات. بصت في المرايه لقيت عندها 39 سنه، لا حد هيتجوزها ولا حد هيشغلها ولا حد ولا هي اصلا تعرف حاجه، اتخرجت من الجامعه من زمان وقعدت 20 سنه في البيت عايشه على معاش بابا بيديها مصروف، واحده ضايعه حياتها ضاعت بسبب ابوها وامها، مع ان كان ممكن اي ممرضه في الدنيا، ده بقى شغلهم اللي بياكلوا عليه، بس ايه، لا انا اجيب ممرضه بفلوس ليه طالما انا ممكن اضيع مستقبل بنتي واخليها الممرضه الخاصه بتاعتي حتى لو هي مش خريجه تمريض. هو دي الانانيه اللي انا بتكلم فيها. فاسمع كلام ابوك وامك في الحاجات اللي ما تجيش على مصلحتك، وشوف مصلحتك، واوعى تنساهم، واوعى ما تسالش عليهم، واوعى تبقى جاحد ناحيتهم، ده هم سبب وجودك في الحياه. انما لما توصل ان هم يتدخلوا في الحاجات اللي هم ما ينفعش يتدخلوا فيها، زي ما تتجوز دي وما تتجوزش دي وسافر والكليه دي وما تخشش الكليه دي ولا وخش دي، اسمعش كلامهم، اسمع كلام مخك وكلام نفسك، كلام موهبتك، follow your instincts، امشي ورا، استفتي قلبك وامشي ورا قلبك انت. سلام.